قبل بس ما نتكلم في بقية الحلقة، أنا الحقيقة من اللاعبين اللي عاملين حالة على في الأهلي ومع منتخب مصر خلال هذه الفترة، كل اللعيبة طبعا، ولكن محمد عبد المنعم تحديدا عامل حالة يعني مختلفة. محمد عبد المنعم مع المنتخب فمش هنعرف نجيبه، فجبنا سيد عبد المنعم أخوه. سيد، ازيك يا كابتن سيد؟ كابتن بقى برضه. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام. يعني الحقيقه احنا سعداء جدا 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 بمحمد وباللي بيعمله محمد، سواء مع النادي الاهلي والنهارده مع المنتخب. يعني كون محمد يلعب من يومين مباراه بمثل هذا الجمال، وبعدين يبدا النهارده مباراه المنتخب، اعتقد ثقه كبيره جدا جدا يا سيد. والله احنا بنشكر ربنا طبعا على المكسب في الاول. ودي حاجه كبيره ربنا قدرنا بيها الحمد لله، وكانت بطوله غاليه علينا قوي قوي قوي. وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله، واحنا مستنيين مزيد اكتر من لعيبه الاهلي، وان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا كده باذن يا رب. الله، لان السنه اللي فاتت احنا تعبنا فيها وعانينا فيها بجد والله، وكانت لعيبه رجاله. احنا بنحمد ربنا ان ربنا عوض اللعيبه ديت بالبطوله ديت، لان البطوله دي غاليه علينا قوي، وان شاء الله مزيد من البطولات كده ومزيد من التالق لعيبه الاهلي. وبنشكر مجلس الاداره طبعا ان هو موفر للعيبه كل حاجه، وان شاء الله محمد يبقى عند حسن ظن الجمهور كده، ودايما يبقى ربنا كرمه وثابت مكانه كده في ناديه طبعا ومنتخب مصر ان شاء الله دايما يا رب. هو محمد كان بيلعب حاجه تانية غير الاستوبر دي بصراحه؟ يعني احمد حسن، بقول لك اسمع بس، احمد حسن النهارده قال لي جمله عبقريه، كابتن احمد حسن يعني الصقر. طبعا قال لي جمله عبقريه يا ايمن يا سراج. قال لي ايه؟ قال لي محمد حاسس ان هو يعني اكبر من ان هو يلعب سيرد باك، يعني احنا عايزينه يلعب في نص الملعب. والله او يعني او قدام، عشان يعني ان نلعب سيرد باك يا جماعه، انا بعرف ارقص وبعرف. ايه رايك في الكلام ده سيد؟ والله هو محمد في بدايه حياته اصلا اول ما راح النادي الاهلي كان محمد مركزه، وكان رايح مهاجم، كان لعب جناح شمال. حد حكى لي القصه دي. لحد بقى الكابتن ياسر رجب ما شافه وقال له اعمل انت يا محمد كذا مدافع. ففي الفتره دي محمد اتضايق شويه وكده. ايوه شفت. فالكابتن ياسر رجب طبعا وعده وقال له والله انا هتبقى افضل مدافع في مصر ان شاء الله، وربنا كبير طبعا، والحمد لله الحلم بيتحقق اهوت. ومحمد انسان يعني على خلق عادي، وانسان عارف ربنا وقريب من ربنا. منتظرين مزيد من التألق ان شاء الله، ومزيد من يبقى ربنا معايا كده باذن الله. اتفرجتوا على الماتش فين انت والعيله بقى والاحباب؟ والله انا اتفرجت مع نص صحابي بصراحه، لان انا يعني خلعت من الحج والحاج. لان واحد اعصابه كده، اعصابه متوتره في الماتش دوت. كان ماتش صعب علينا قوي طبعا، ربنا كبير طبعا. لما محمد جاب الجون عملت ايه يا سيد؟ اشرح لي اللحظه بجد، يعني ايه اللي حصل بجد؟ والله يا كابتن اسلام شعور ما توصفش والله يا كابتن. والله بجد شعور ما توصفش، يعني انا لحد دلوقتي بجد والله، يعني ممكن اول لسه بادئ بقالي يومين استوعب ان الحمد لله البطوله 11 بقت بتاعتنا الحمد لله. وان محمد يعني كان سبب بعد ربنا ان هو يحرز الجون دوت. فاللعيبه رجاله طبعا، وبشكر اللعيبه كلها بصراحه، يعني محدش ابخل بنقطه عرق. اللعيبه كلها كانت عندها على قدر المسؤوليه، وكان على قلب راجل واحد. هو الاحتفال اللي احتفله محمد بعد الهدف ده احتفاله الطبيعي، ولا هو كان يعني مشدود جدا جدا فما احتفلش قوي قوي يعني؟ والله يا كابتن يعني انت شايف ايه يعني؟ انا انت اقرب واحد ليه يعني. طبعا محمد والله قبل الماتش يعني مركزين من قبل الماتش الاولاني، بس كان نفسنا ان تطلع النتيجه كانت تبقى كويسه، بس الحمد لله 2-1 برضه يعني النتيجه فيها حافز. انا مش فاهم بصراحه حافز يعني ان احنا رحنا نروح برضه ونبقى واقفين على رجلينا اكتر ونشتغل اكتر ونركز اكتر، فالحمد لله كان توفيق ربنا معانا طبعا. توقعت الاحتفال بتاعه كده بعد الهدف؟ والله يا كابتن اسلام احنا اتظلمنا السنه اللي فاتت بصراحه. انا يعني انا اصل كان نفسي بيني وبينك، هو راح للجون، راح قصدي لل هو عمل الاحتفال اللي هو عمله وهو خارج من الملعب، يعني هو السنه اللي فاتت وهو خارج من هو خارج من الملعب. بص يعني بص الجون بعد الميداليه الفضيه، بص ناحيه جمهور الوداد وشاور على شعار النادي الاهلي، فهو عمل كده احنا رقم واحد. فلما جاب الهدف هو راح وقف في نفس المكان ده، يعني نفس المكان وشاور لنفس المدرج وعلى الشعار قال لهم احنا رقم واحد.
يعني يا سبحان الله الاهلي رقم واحد في افريقيا بالظبط. يعني احنا سعداء جدا بمحمد وسعداء جدا بيك، لانكم الحقيقه من الواضح ان انتم كلكم عيله الحقيقه محترمه، ويعني حسن الخلق وحسن الكلام موجود فيكم كلكم الحقيقه. فانا بشكرك جدا يا كابتن سيد على وجودك معانا، ودايما يا رب محمد في تالق، ودايما بطولات يا رب. يا رب ان شاء الله، والف مليون مبروك للنادي الاهلي. شكرا جزيلا. مبروك لمصر كلها. شكرا جزيلا يا حبيبي.